سعيده، كان لنا هذا اللقاء المقتضب مع المدرب الجديد لنادي الحمراء السيد الاخضر عجالي عن الاهداف المسطره يوضح. من الاول اتفقت مع الرئيس على لو مانتيان، الفريق غير كما صعد نقولوا الفريق كنادي فريق كبير عنده تاريخه بتاريخه بجماهيره. اليوم الجماهير تاع عنابه راهي في القسم الاول، راهي في ليغ دي شامبيون افريكان، ولكن النادي في حد ذاته مازال ما كبرش، يعني لازم الفريق هذا يولي في المستوى تاع الانصار تاعو، يولي في المستوى تاع التاريخ تاعو، ولكن هذا ما يجيش ما بين ليله ونهار، لازم لنا وقت. فيما يخص الجانب الرياضي باذن الله راح جو في مي دوني ا 200% باش نحقوا الاهداف اللي سطرناها. الشوط الأول من المباراة تميز بسيطرة كلية لصاحب الأرض المساند بجمهوره الذي تعود على صنع اللوحات الفنية وهو يتابع أولى مباريات الناخب الجديد للنادي الأخضر عجلي. محاولات متواترة قادها كل من زيان نبيل بلال وربيعي شكلت الكثير من الخطر على مرمى الحارس السعيدي بوهدة الذي أهدر أمام مرماه اللاعب الغمري الكثير من الفرص الذهبية، وكأن الغمري تميز بالحظ السيء أو خانته اللمسة الأخيرة بسبب الأرضية الغير صالحة تماما بفعل التساقط الأخير للأمطار. محاولات الاتحاد تواصلت لكنها كانت خارج الإطار عند اقتراب الكرة من المرمى، وصفر لمثله نتيجة المرحلة الأولى. الشوط الثاني وعند الدقيقة 70 اللاعب البديل صاحبي صليح يفك العقدة، يحرر جماهير اتحاد عنابة، تواجد في المكان والزمان المناسبين، وقع هدف المباراة أمام فرحة عارمة للجمهور والزملاء. اللاعب المتألق من جهة أخرى أو الجناح الطائر زياني نبيل في محاولة، والحارس بوهدة يبطل المفعول ليواصل اتحاد عنابة المحاولات في الثواني الأخيرة، وكاد يضاعف الفارق، وصفارة السيد بوستة حمزة حكم اللقاء تنهي المباراة بهدف دون مقابل لصالح اتحاد عنابة.